السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام علي يا أبا عبد الله. السلام. اليوم 23 من شهر رجب، سمو الإمام الكاظم عليه السلام. في هذا اليوم سنة 183 هجرية سم سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام بأمر هارون في السجن ببغداد. السلام عليك يا أبا عبد الله.